هذا ودشنت وزاره الصحه خدمه الكترونيه جديده للابلاغ عن الاعراض الجانبيه التي قد تحدث بعد اخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا وذلك عبر موقعها الالكتروني المخصص للمستجدات الصحيه في مملكه البحرين لجائحه فيروس كورونا كوفيد 19 وقد اعلنت وزاره الصحه ان عدد من تلقوا الجرعه الاولى من التطعيم حتى مساء الثلاثاء بلغ اكثر من 747 الف شخص بما بلغ عدد من تلقوا الجرعه الثانيه من التطعيم اكثر من 554 الف شخص وجددت الوزاره دعوتها للجميع للاقبال على التطعيم والى ضروره مواصله الالتزام بالاجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائيه عبر التقييد عبر التقيد بمعايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمام